نعم مشاهدين الكرام، قضية استثمار العطلة أو نقدر نقول أو نسميها ونخليها بين هلالين الاستثمار الأمثل للعطلة الصيفية بالنسبة لطلبتنا راح نتكلم عليه أنا وصابرين وأيضا ضيفتنا الدكتورة شيماء عبد العزيز باحثة نفسية. أهلا وسهلا بيك. صباح الخير. أهلا وسهلا وصباح الخير عليكم وصباح الخير على كل عراقنا. نورتينا في برنامج صباح الخير يا عراق. وأني أفتقدش دكتورة ناز وكثير من الدكتورات اللي دائما يضيفون بصمة في صباح الخير يا عراق. حبيبتي أهلا وسهلا بيك. نورتينا. لربما البعض من الآباء يعتقد أو هو يعني يتبنى فكرة أن العطلة الصيفية هي وقت ما بين سنتين للهو للعب بالنسبة للأطفال، نتركهم على راحتهم، ما في فد خطة معينة، هل هذا برأيك هو الصحيح؟ لا أكيد طبعا هذه الفترة هي يعني حتى للصغار الأطفال الصغار لابد أنه تستثمر بالاتجاه الصحيح، لابد أن نعلم طفلي كيف يستثمر هاي الفترة اللي هي تقريبا 3 أشهر. نعم. هاي الراحة من الدراسة، يعني تدرون الأطفال أو اللي طلبة ينشغلون طيل فترة بالضغط الدراسة، فمن تجي العطلة راح بلهفة يروحون على أشياء هي محرومين منها بهاي الفترة، مثل مشاهدة التلفزيون، الجلوس أمام الأنترنت، السهر، راح يغيرون نظامهم كل، لكن بعد فترة قصيرة يملوها، يعني يملون مشاهدة البرامج، يملون مشاهدة الجلوس أمام الأنترنت، لهذا لابد أني أوجههم التوجيه الصحيح. من اللي يوجه؟ أولياء الأمور، على أن يكونون على وعي ودراية بالتخطيط لها. يعني مشكورة قناة العراقية أنه توجهت لهذا، أنه قبل بدء العطلة الدراسية حتى ننبه أولياء الأمور أنه كيف يستثمرون أوقات العطلة بالاتجاه الصحيح. نعم. بتنمية مهارات عند أطفالهم، بتنمية قدراتهم وقابلياتهم. طيب. بتنمية مواهبهم. نعم دكتورة شيماء، يمكن احنا هذا الموضوع هو اللي نتحدث به بتفاصيل كثيره. نعم. اليوم احنا يمكن نتحدث عن الاطفال، لكن بعض الاحيان نشوف كثير من العوائل يشوفوا مستوى ابنها او بنتها ضعيف، فشو تسوي؟ تستثمر العطله الدورات. نعم. الصيفيه اللي احنا نعرفها الموجوده بالمعاهد او درس خصوصي، هذا يكون دور العائله صحيح ام خاطئ برايك؟ تحضره. نعم. اكيد هو مو خطأ بي 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 بس ضغط، لكن راح يكون ضغط. أنا ممكن أخلي ضمن هذا البرنامج أخلي منهاج ولو ساعة أنه مراجعة المواد خاصة اللي كان ضعيف بها بالسنة المضت، ممكن بهاي الساعة يعني أنطي بعض الدروس، أو يوم بالأسبوع يروح معهد أو ورشة تدريبية. لكن طول أنا أعرف بعض الأهالي انه مباشره بعد يخلص، حتى مو بعد ما يخلص الامتحان منه، هو دخل في برنامج يدرس كل المواد مالت السنه الجديده، وهذا ضغط عليه من على الدماغ، لان هو الدماغ اللي يستوعب، الدماغ اللي يقوم بالعمليات المعرفيه، لابد انه اني اريحه. الضغط عليه راح يولد نفسيا، يولد نفور من الدراسه عند الطفل وعند المراهق بالاخص، لهذا لابد أن يكون على قدر من الوعي أنه كيف أستثمر الوقت بدون الضغط وبدون الضغط على قدراته العقلية الابني. يخطر في بالي أنه مو كل الطلبة على مستوى واحد، أنا أقصد هنا المستوى ليس فقط المستوى العلمي. نعم. بل أقصد المستوى الاجتماعي. صح. وأيضا المستوى المعيشي أي الاقتصادي. طبعا. زين، شلون نقدر نوفق أنه من نضع برنامج للطالب يستفيد منه، شلون نقدر نوفق ونخلق برنامج يقدر يستفيد منه الجميع؟ بحسب انت مثل ما ذكرت، ماكو مستوى واحد. نعم. سواء حتى بالقدرات العقليه ماكو، ولا نعم. بالاقتصاديه، ولا بالسكن، ولا بكل، بعضهم يخلص منه يروح يشتغل منه، يروح يشتغل. نعم. هسه انا اقول لك بحسب وضعه، يعني الطالب بحسب وضعه، اذا هو بمستوى اقتصادي ضعيف ممكن أن يستثمر هاي الأوقات، أوقات العطلة الصيفية بالعمل، حتى لو عمل جزئي، هاي
تطور قابلياته بالعمل، وراح ترد له مردود مالي، بالإضافة إلى أنه راح يعرف الحياة، راح تصير له خبرة للمستقبل، لأن كل الطلبة مستقبلهم للعمل، يعني هم يدرسون يوصلون إلى مراحل إلى أنه يختار المهنة، ممكن راح من خلال العمل راح يشخص قدراته بأي مجال هو ناجح. طيب. وممكن راح يطور قابلياته وحتى دراسته تتوجه بهذا المجال. طيب. بعد شلون راح تفيد العطل. في حين اكو لا ما محتاج العمل، انه عنده اوقات فراغ اني ما اخليه بهاي اوقات الفراغ بدون انه اني ما اوجهه كيف يستثمر هاي اوقات الفراغ، فممكن اسجله بدورات، هو عنده مواهب خاصه ممكن تطور مواهبه، ممكن انه تنمي قدراته وقابلياته بهذا المجال، لهذا انه هو بحسب مستواه بحسب وضعه من كل الجهات، يعني الوضع الاجتماعي الاقتصادي هنا راح يتوجه بالاتجاه وراح يستثمر استثمار صحيح لهاي الأوقات. أحيانا ألاحظ بعض أولياء الأمور أنه يقول إجت العطلة راح أرتاح من عندهم، يهملهم أهما يعني، وكأنه هو فقط للنوم والدراسة يقضي. طيب. هذه للنوم، لا، لابد أنه أنا أكون قريب من ابني، أنا أعرف شنو وين دا يقضي وقته، هذا اليوم هو ليس فقط نوم، العطلة ليست نوم وليست تغيير وضع صحي، يعني مثلا كنا نعرف أنه وقت العطلة راح يصير الليل نهار والنهار الليل عند الطلبة. هذا الموضوع. خلينا ننتقل أيضا لموضوع آخر مهم كلش. ممكن قبل قليل تحدثنا أريوش عن الدورات. لكن أيضا اليوم أكو مكملين. وتبدي العائلة تعاقب ما دام أنت مكمل أو راسب، عقوبة أنه لازم تدرس 24 ساعة. أيضا هذا راح يأثر عليه طبعا، راح يسوي عنده، راح ينفر الدراسة، راح يسوي ملل، لأن يشوف أقرانه يشوف أخوته. مع العقوبة أم ضد؟ لا، ضد العقوبة أكيد، بالعكس أنا أنظم وقته، أقسم المادة الدراسة. حتى لو مكمل؟ هو المكمل هو بأي مادة راح أقسم هاي المادة على أوقات، إنه إيش وقت يقراها، إيش وقت إنه أنا أقعد وياه، أنطيه إنه خاصة إذا أطفال صغار، يعني راح يكون مسؤول من الأم والأب، إنه أنظم له الجدول، أقرأ أنا أسمع لك، أنا راح أتابعك، يعرف أكو أحد راح يتابعه، فراح يكون أني ما راح أحرمك أنه أنت حالك حال اللي نجح، راح تمارس هواياتك، راح تلعب، لكن عندك أنت وقت للدراسة، يعني حتى يكون أنت ما دام أخفقت بهذا عندك وقت أنت تعوضه بهذا، حتى تجتازه سنة اللخ. طيب. تكون عندك عبرة أنه الدروس تدرسها بكل دكتور. واضح. نعم. هنا أنا وأنت وكل من يشاهدنا الآن يعي ويعرف أنه عقل سليم جسم سليم. صح. جسم سليم عقل سليم. صح. صح. كل هذه الأمور اللي مرتبطة اليوم، أنا إذا أريد أنمي القدرات العقلية لدى أي طالب. نعم. في العطلة الصيفية أنا لابد أنمي القدرات الجسدية له. طبعا. هل أن ممكن أنه يتضمن في البرنامج الصيفي نوع من أنواع الرياضة مثلا؟ نعم. كان. أكيد نرجع على نفس الطفل أو الطالب، هو هوايته وين؟ احيانا مو هوايته مو الرياضه، مثلا الموسيقى، اكو دورات تنفتح بالموسيقى تنمي هذا الجانب، جانب الموسيقى، اللي هوايته بالرياضه لا، اكو بكل منطقه هسه اكو مراكز واكو دورات تنفتح بالرياضه اللي نشوف الابن هوايته بها، انا ما اقدر اجي هو مو ما يحب هذا الجانب واجي اقول له لا لازم تدخل هاي الدورات، وانا دا لاحظ الان اتجاه أولياء الأمور إنه الولد لازم يدخل دورات التايكواندو، لازم يدخل دورات، هو ما عنده رغبة بيها، فهنا الإجبار على أشياء هو مو. لا، أنا أحسن من ما أعطي آيباد وخليه ما أعرف شنو يسوي. لا، أدخله هو شنو هوايته الرسم، أدخله دورات رسم، تقوي هوايته موسيقى، طيب. هوايته حفظ القرآن وقراءة القرآن، أدخله دورات لحفظ. طيب. القرآن. طيب، احنا بحنا هذا الموضوع اليوم أريد أسأل السؤال، يعني يمكن اليوم احنا كنا نتحدث عن هذا الموضوع، أو بعض الأحيان نخلص من الطفل ننطي التليفون، حتى هذا التليفون وين يودينا؟ للسوشيال ميديا. أيوة. اليوم ماكو واحد ما عنده انستغرام، ما عنده فيس، هو صغير. صح. عنده لازم موقع على الفيس. صح. هم أطفال يمكن أهلهم يأسسونهم بأسمائهم من يكبر يلقاه جاهز عنده. ضد أم مع هذا الموضوع؟ لا أكيد ضد، لأن هنا الطفل لابد أن أنمي من كل جوانبه،
أنا من جوانب العقلية الانفعالية النفسية الاجتماعية لابد أن يعيش الحياة بواقعها. لما أنا أفرض عليه حياة غير واقعية، هو يريد من أصدقائه يشوف طبعاً أكبر منه مثلاً، مو أنا ما عوضته عن هذا، أنا انطيته من هو صغير، عودته من يعتاد الطفل يعني بعمر سنة هو أن يشوف الأمهات مطي الآيباد والموبايلات ويبكي إذا ينأخذ من عنده، يعتاد لو ما يعتاد طبعاً. يعتاده راح ينعزل الحياة الاجتماعية، راح يعيش مع هذه الحياة، يتصور هاي الحياة، راح قدواته راح ياخذها منه السلوك والتصرف كله راح هو يربي. حتى الاب والام ما راح يكونون مؤثرين بشخصيته بقدر الشخصيات احيانا وهميه. نعم دكتور عفوا، شنو رايك ايضا ممكن انه ندخل جانب اخر الطفل، هو ندخله لهذا الجانب ام ندخل الجانب هذا للطفل اللي هو جانب القراءه من ابواب اخرى، كتب ثانيه قد لا تكون عاليه المستوى أو لا نحتاج إلى كتب هي عالية المستوى، ممكن أن تكون قصص معينة سواء بالابتدائية، كتب تثقيفية المرحلة الثانوية. أحسنت، يعني اتطرقت إلى موضوع مو إلا المادة، يعني أنا مو إلا خليه يدرس مال السنة الجاية، لا عادي الآن أصبحت حتى المواد قاموا يدرسوها بالآيبادات يعني ما يدرسون بالورقي. رأيك الورقي لا الورقي أفضل. ورجعت السويد رجع على الورقي يعني لغة دراسة حولوها عبر الآيباد لغاها، رجعوا على الورقة والقلم أفضل. ربما مو قصة أفضل، ربما هناك بحوث علمية أثبتت مثلا يأثر على العين، هي على يأثر على كذا، لا حتى على نوعية الشخص، حتى على استيعابه على قدرات الكتابية، لأن هاي كلها ضاعت. طيب رجعينا على قضية الكتب الثانية، هنا نبوع لكل مرحلة حتى الجنس يلعب دور بالعمر والجنس، أنيش أنطي يقرأ يعني إيش أجيب للابني إذا ولد، القصص نوع القصة اللي هو يحبها اللي هو يختارها، أعلى ما يختار أخذه للمكتبات اللي هي بها هاي الأشياء اللي يرغبها، إذا بتي تحب تقرا القصص وتاخذها هي تختار، ما اقدر اني افرض عليه قصص او نوع من القصص وهو ما يرغبها، ما راح يحبها، ما راح يتفاعل وياها. طيب لهذا يعني لها اهدافها كل قصه، اخليه هو يختار، لان انا اعرف شخصيه ابني من خلال القصص اللي راح يقراها. ابني مسالم، ابني يحب التعاون، ابني عنيف، من خلال اني اراقبه من خلال القصص اللي راح يختارها، ما يختار قصص بها تعاون بها عمل بها، راح يختار بها اسلحه بها قتال بها هاي، فاعرف انه هاي شخصيه ابني، اذا هو عنده سلوك عدواني لابد انه اعمل على تغيير هذا السلوك واحوله الى سلوك المفيد. اليوم احنا نحكي عن بيئه وبنفس الوقت نحكي عن عائله، اليوم يمكن دول الاطفال عندهم فرصه اكثر من الاطفال المتسولين اللي انا عز عليه اشوفهم بالشارع وانا اتمنى يكونوا مدارس. اليوم خلينا نتحدث على هذا الجانب شويه. وايضا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه لها دور بهذا الموضوع، انا دائما اكد لان اليوم هم العائله المفروض تتحاسب، وجدتي مره سنه من السنوات كان ممنوع التسول، دخلت النجده والشرطه بهذا الموضوع. اليوم هذول عندهم فرصه اكثر من الاطفال اللي نشوفهم بالشوارع اللي اطفال عوائلهم تجبرهم للتسول. نعم لاحظي أطفال التسول يعني اللي يفتح عينه ويلاحظ أسرته كلها تتسول يصور هو هاي حياة الصحيحة، مهنة يعتبرها، صاروا مهنة مهنة وإنه هي هاي الحياة الصحيحة، يعتبرون إحنا الخطأ، صح يعني ينظرون حتى ألفاظه مما تطيق يتجاوز طبعا لأن هاي حياته فتح عينه، فهذا المجتمع يصور هذا مجتمعنا الخطأ ومجتمع الصح، فحتى إذا تريدين تسحبيه إلى أنه دخليه، هو ما أغلبهم بعمر المدرسة التمدرس يعني لابد أن يكون داخل المدرسة، هو دا يقضي كل وقته هو بهاي بالشارع وبهاي المهن وبالسلوكيات الخاطئة، ليس فقط المهنة يعني خليه يسول لكن لا يمارس سلوكيات خاطئة، الإدمان أو تنضغط عليه سلوكيات معينة، الانحراف، هاي كلها من هذا الشارع، يعني ايش راح يطي؟ ما راح يربي. طيب دكتورة الآن خلي نتكلم باللي بقى عندنا من الوقت بهذا اللقاء المثمر عن الدولة، أنا أتكلم عن الدولة أي المؤسسات، هل للدولة دور
في إنشاء مثلا بعض المرافق المعينة اللي ممكن يكون فيها برامج مفيدة للطلبة تستقطبهم؟ هل وزارة الشباب والرياضة معنية بهذه القضية أم من المعني؟ ماذا تستطيع الدولة أن تقدم للطالب أو لمجموعة الطلبة؟ نعم، لاحظ يعني انطرقت إلى موضوع مهم، كيف استثمر بس بنفس الوقت، بس عفوا بنفس الوقت احنا مو هسه يشوفنا يقول يابا كل ساعة شامرين على الدولة شامرين، لا كيف استثمر نعم طاقات طلبتنا وأولادنا؟ يعني ممكن أني أفتح معسكرات لبناء مجمعات، استقطب أنطي أجور يكيف يجي الطالب، هم يبني هم راح تكون مدينة يبنوا، هو دا ياخذ دا يستثمر الوقت انه دا يطو مبلغ بدل ما انه هو قاعد الليل كله سهران والنهار كله نايم. ممكن استثمر طاقاتهم بمجال الحاسبات، يعني افتح مراكز انه دخلوا لي او سووا لي برامج واكرم المتميز انطي اجور. لاحظ ممكن اني يعني لصالح الدوله. طيب يعني مو شرط انه الدوله هي اللي تقوم تصرف عليها، نعم. بالعكس أني أفتح هاي المراكز وأستثمرها إيراداتها للدولة، مع العلم أنه أني دا أنطي للطالب مبالغ دا تفيده ودا يفرح بيها أنه هو قام بعمل ودا يأخذ أجور عليها. طيب. نعم. هواية أكو مجالات، مع أنه ممكن الدولة تفتح بكل منطقة مركز شبابي موجه من قبل وزارة العمل، موجه من قبل التعليم العالي، من الصحة، من الرياضة، متنوعة. طيب يوم عندنا كثير من أمهاتنا ما يكملين دراسة ويكونون أولادهم هم بالمدارس، تقدر المدرسة أو الكادر التدريسي يساعد الطلاب بوضع منهج خلال العطلة الصيفية؟ نعم، ممكن أنه المدرسة، لكن إذا هي المدرسة يعني ضغط عليها خلال ممكن 3 دوامات بيها مثلا. أنا رحت على مدرسة 4، يعني كل دوام بساعتين وكل صف أكثر من أو أكثر طالب. من نعم ما يقدرون يعني بس فقط المناطق اللي بيها عدد طلبة قليل يقدر، ودوام واحد يقدرون أنه يعملون دورات تقوية سمر سكول داخل موجودة المدرسة. دائما هاي بالمدارس نعم بالمدارس بالمناطق اللي طلابها قليلين، يعني مو بالشعبية اللي مكتظة ما يقدرون، ما هم يا دوب دا يكملون السنة الضغط عليهم، لكن لما تنفتح وتكون مدارس مستقلة كل مدرسة عندها دوام تقدر تبرع بعمل دورات صيفية دورات تقوية ممكن. طيب هنا أيضا دكتورة ممكن يجي عندنا تساؤل، الطالب اليوم خلينا نقول 6 أشهر هي فترة الدراسة، وثلاثة أشهر مثلا يأخذ عطلة، يعني تقريبا خلينا نخليها بهالصيغة. أنا شلون أحافظ على سيستم الطالب وأقدر أرجعه للدراسة وهو مثلا ما راح بعيد، ما راح للعب هواية، ما حب أنه ما يروح للمدرسة، بل هو أخليه يتشوق أنه يروح للمدرسة؟ نعم، قبل ما يبدأ الدوام بالسنة القادمة، يعني هاي العطلة نهاية العطلة، لابد أن الأسرة تبدي تنظم حتى نوم أبنائها على أنه هي وتبدي تستعد لاستقبال العام الدراسي، بأنه لابد أنه تنام مبكر حتى تقعد حتى تتعود، ما تشوف صعوبة، لابد أنه تراجع بعض المواد حتى يرجع الدماغ إلى أنه يستقبل المعلومات على الحفظ، على لأن الحفظ يحتاج له تمرين، لما انتهم له بعد ما يرجع يحفظ بسرعة. فلابد أني أهيئه قبل أسبوع أو أسبوعين من بدء الدوام أنه حتى لو يحفظ أشياء بسيطة تدريجياً فراح يرجع إلى الدوام بيدخل بالمود وبكامل طاقاته العقلية والجسمية. دكتورة شيماء عبد العزيز شكرا لك، أنت ضيفة عزيزة عندنا في صباح الخير يا عراق، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا للكادر وشكرا لكل من شاهدنا. شكرا لك.